سمحتي مزيان جبت النقطة. معنا عايز العامري مباشرة على الخط. سي عايز أهلا بك. أهلا سي محمد أمين. مرحبا سي عايز. الأصدقاء. يمكن سمعتي النقاش ديالنا عندك تدخل تفضل. لا أنا ما بغيتش ندخل لأن كان كلام غادي في الصميم، كانت هضرة على الاستقالة ديال سي حسن فاضل، ولكن كاين واحد المسألة هي اللي ما بغيتش، هي اللي تقالت على أنني ما تفاهمتش مع حسن فاضل في لي كونسين، عطيتو لي كونسين ما دارهمش، ما كايناش هذا. قول لي اش من كونسين عطيتو وما دارش؟ ما عطيتو حتى شي كونسين. كنا كنهضرو على التشكيلة أنا وياه، هو قنعني باش ما يلعبش خضروف واتفقت معاه. لا كاين شي شي صحيح هادشي كيقول. لا يكمل لا هو كيسمع قول لي واش تقنعتيني باش ما يلعبش خضروف وي واتفقت معاك ولا لا؟ اي كسرتهم داكشي كيقول سي عمري صحيح. صحيح سي عمري صافا بخير كلشي مزيان. وعلاش القضيه اذا ما كاينش قضيه ديالك انا قلت لك لعب خضروف بلاصه الصناجي ما كايناش. لا ما كايناش. وعلاش قلتيها؟ كيفاش؟ وعلاش قلتيها؟ لا قلت لهم قال لي السي العامري شوف شكون اللي تيكذب؟ لا ماشي شكون اللي تيكذب دابا؟ المشكل اللي كاين لا باش عرفت هذاك انت السي العامري دابا احترام دابا دابا خليني نهضر السي حسن خليني نهضر شنو انا قلت؟ المشكل اللي كاين وخصك تقول الحق. لا كنقول راه قلت لهم الحق شنو قلتي لي؟ قلتي لي لا واسمح لي وانت قنعتيني انت انا قنعتك باللي لعب انا ثقت فيك ايه انا ثقت فيك قلتي لي ما غنلعبش خضروف ايه واخا انا باغي نلعب خضروف واش تقصد من اللي قلتيها انت قلت لي قلت انا شنو هو المشكل عندك انا جبت تقول لي انا نقول لي واش جبت النقاط وغادي تعقل لي تقول لي اش ما لعبتيش فلان واخا انا هذا اللي كنقول لا وخليني نكمل انا ما قلتلكش علاش ما لعبتيش خضروف ما قلتيها لي ما عمرنا هضرنا هذه الهضره فين نكمل انا ملي اتفق انا وياك نعم صافا دير بان انا قابل خضروف ما يلعبش اه قابل وبلاتي نكمل لك شنو سال الماتش وي. وقبل ما يسالي الماتش في الدوزيام ميتو قلت لك خاص خضروف يدخل ونعاني يولي في لاكوش ياك كوم دابيتود اكزاكتو وداير نعيم جاب البينالتي في الكوتي كوش وزريوح ما كنتيش غادي تلعبو هو اللي ماركا البيت انا اللي لعبت زريوح ما كنتيش باغي تلعبو وقضيه اخرى اللي خطيره ولكن دابا سي العامري كتهضر على شي حاجه اللي خطيره اسمع ولكن كتهضر على شي حاجه اللي انت دابا وخليني نكمل انا وهضر انت ولكن انت واش هذا الشيء نعم. لا خليني اللي خطير في هذا الشيء ما كاين حتى شي حاجه خطيره هذه غير كره القدم هذه ما كاين حتى شي حاجه خطيره خليني نكمل الهضره ديالي خليني نكمل اللي خطير في هذا الشيء خليني نكمل لا اللي درتي خايب انت شنو هو اللي هو قلتي الخضروف اللي هو قلتي الخضروف راه العامري اللي ما بغاش يلعبك لا بلاتي دابا انت كت العامري ما بغاش يلعبك وانت انت مدرب واش انت مدرب لا واش انت دابا انت كنتي مدرب كما تنقولوا ولكن انت كتعطي انت كتهضر مع العام انت كتهضر مع العام اللي ما لعبتوش انا ابي اسمع دابا انت بالنسبه لك السي عايز باش الناس تفهم انت وصلك هضره من الخضروف بانه قال لي حسن فاضل راه ودير العامري ما يقول لعبك ماشي بروفيسيونيل اش نقول نهضر مع لا ماشي كمل هاد النقاش راه الهضره قال عايز راه مهمه ديال الكوميونيكاسيون تفضل راه ما كاينش بحال لا كوميونيكاسيون تفضل سي عايز تفضل خليني نهضر هذا هو المشكل ديالو هو ما كاينش كوميونيكاسيون ملي اسمع هادشي كاع ما كنتش غاديش نهضر انا على هادشي ما كنتش غادي نجبد الهضره لان كيهضروا معايا الصحافه كنجبد كنقول لهم مشكل بيني وبين حسن فاضل اكزاكتومون مشكل عادي سيت ان ادجوان كان بن حسين كان حسن فاضل يمكن غدا يكون واحد دابا راه كاين سمير يعيش سيت ان ادجوان حتى هو غادي مزيان فكان انا ما عمرني حاسبت حسن انا ما عمرني قلت لحسن علاش ما درتيش ولا علاش درتي ولا علاش شور وحنا هنا وهذه القضيه اللي كنسمع حبي وتيقول ربح جوج ماتشات ماشي حسن اللي ربح جوج ماتشات هذيك الفرقه ديالي انا 3 سنين وانا فيها الله يخليها كيف تنقولوش ماشي ديالك في الكره كتفهم في الكره ما خصكش تنسب ليه لا لا فيكتوار لان كون خسر انا اللي مسؤول دابا فين ربح ولا ديفيت ليا انا دابا فين ربح انا ما عمري غنقول حسن حيت لا فيكتوار ولا لا ديفيت ليا انا هو تسنى جوان اللي قلت تما يتبع لي كونسيني ديالي انا ما كنهضرش على لي كونسيني راه داير حوايج اللي ما اللي دي شونجمون دارهم من بعد ما قلتليش انا ديرهم ولكن ما عمري جبتها ليه انا الحاجه اللي ما عجبتنيش تقول لي هو يقول الخضروف راه العامري هو اللي ما لعبكش انا باغي نلعبك
واش هذه كاينه؟ واش تقولها لي انا ما كانش خصو يقولها. شوف هذه السي عمري، اليوم نبقاو عايشين انا وياه في فرقه ونعيشوا في النفاق، ينافقني وننافقوا، اما هو يبقى ولا نمشي بحالي انا. صافي ما يمكنش نتعاشروا بجوج. وهذا الشيء اللي بغيت نقول. التدخل ديال السي عز عمري هو هذا فقط، باش تاع حسني كاين هنا لان يقدر يرد. واش هادشي كاين اللي قال سي عزيز؟ قلتي الخضرو في، غتسمحوا لي من بعد الفاصل كي تدخل ديال السي مراد بيان سيغ نرجعوا ليه.